أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أبارك لكم أيها المؤمنون الكرام والمؤمنات العزيزات بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأرجو أن يكون الاحتفاء بذكرى ميلادها مناسبة للاستلهام من سيرتها، أن نقرأ سيرة الزهراء وأن نستلهم منها ما ينفعنا في حياتنا ولآخرتنا. فاطمة الزهراء عليها السلام أنموذج ومثال للتوفيق بين دورين عظيمين، دور الأمومة وإدارة العائلة على أفضل وخير وجه، ودور المشاركة الاجتماعية الفاعلة. نحن نجد في مجتمعنا أن بعض النساء ينجحن في أحد الدورين ويقصرن في الدور الآخر، فإما أن تقتصر في حياتها وتنحصر مهمتها في كونها ربة بيت وفي كونها أماً تقوم بمسؤوليات الأمومة وبحقوق الزوجية، ولا شك أن هذا الدور دور عظيم، وهو دور له مكانته عند الله وتأثيره في حياة المجتمع، ولكن المرأة لا تتلخص في هذا الدور. هناك بعض النساء لهن اهتمام بالدور الآخر، دور المشاركة في الحياة العامة من خلال العمل الاقتصادي، العمل الثقافي، العمل السياسي، النشاط الاجتماعي العام، ولكن حينما يتجهن لهذا الدور يكون ذلك على حساب دورهن في المنزل وفي ممارسة الأمومة الصحيحة والمنتجة. سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام تقدم لنا أنموذجاً في التوفيق بين هذين الدورين، فهي في الدور الأول كانت الأم المربية التي أنتجت خيرة الأبناء الحسنان عليهم السلام، والعقيلة زينب وأم كلثوم ربت أبناءها خير تربية وقامت بالواجب تجاههم خير قيام، وكذلك أحسنت بعولتها تبعلها لزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويكفينا في هذا المجال شهادة علي عليه السلام في حقها. هذا من جانب، لكنها من الجانب الآخر كان لها دورها العظيم والمميز في المشاركة في الحياة الإسلامية العامة. فمنذ نعومة أظفارها وصغر سنها كانت تقف إلى جانب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يتلقى المعاناة، يستقبل المعاناة في طريق دعوته إلى الله، وكانت تقف إلى جانبه وتدافع عنه كما تشير السيرة النبوية الشريفة. وبعد ذلك في المدينة المنورة وقفت أيضا إلى جانب أبيها، وخرجت في بعض الغزوات والمعارك كما هو الحال في غزوة أحد، وكان دورها في تثقيف المجتمع النسائي، وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله دافعت عن حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن موقفها المشهور وخطبتها الفدكية العظيمة. من دون تفاصيل، الزهراء عليها السلام نجحت في القيام بالدورين وقدمت أنموذجا عظيما على هذا الصعيد. وفي ذكرى ميلادها وفي ظل احتفائنا بهذه الذكرى العطرة العظيمة، علينا أن نبرز هذا الجانب من سيرة فاطمة الزهراء. نجاحها في منزلها
في تبعلها في تربيتها لأبنائها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على ولايتها ومحبتها، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتها، وأن يجعلنا من السائرين على هديها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.